اهلا وسهلا بك يا عزيزتي. اليوم راح نسوي لحم مارينيرات صوص على طريقتي الخاصة، وشويته بالفرن هذا اللي دا تشوفيه امامكي. تعالي وياي حتى تشوفين المواد المطلوبة وطريقة العمل. عزيزتي، اللي نحتاجها اليوم لشرايح اللحم بالفرن مارين بالفرن، احتاج هنا انا عندي كيلوين من شرايح اللحم مقطعة بهذا الشكل جاهزة، فانت تستخدمين الكمية اللي انت تريديها حسب افراد العائلة اللي عندك، واذا راح تستخدمين نصف هذه الكمية تستخدمين نصف هذه المواد اللي راح اسويها للمارينج. هسه اخلي اللحم على جنب وراح ابدي اسوي احضر المارينج. نحتاج للمارينج بصلة واحدة مع 4 فصوص من الثوم، احتاج ملعقة كوب من الكمون، ملعقة طعام ملح، ملعقة كوب فلفل اسود، احتاج صويا الياباني استكان او ديسيلتر، احتاج زيت الزيتون ايضا استكان او ديسيلتر، احتاج ملعقة طعام، ملعقتين من الطعام عسل، هذا عسل طبيعي لذلك هذا شكله صاير، ملعقتين طعام عسل، واحتاج عصرة ليمون حوالي ربع ليمونة هذه او ثلث ليمونة حسب الحجم اللي عندك. احاول اعصرها هنا هكذا مثل ما تشوفين عصرت الليمون على جهة لاجل ان لا ينزل بالمكنة من هذه الجهة، يعني يتلف لي المكنة هكذا، بس اخلي اصبعي لاجل ان الحبل يوقع ويسوي مرارة بالمارينج. راح اخليه اخلط هذه المواد بالخلاط. بعد ما انتهيت من خلط كل هذه المواد مع بعضها راح اضيفها على اللحم اللي عندي، واحاول اقلب حتى اللحم كله يعني يتبل بهذا المارينج اللي سويته، واتركه بالثلاجة لمدة ساعة، اغطيه واخليه بالثلاجة لمدة ساعة وبعدين راح اشويه بالفرن. هذه الخلطة دائما اسويها انا، كثير طيبة لشرايح اللحم، بس اريد اتأكد كله تبل اللحم عندي هكذا، راح اغطيه واتركه بالثلاجة. هسه بعد ما خليت اللحم بالبراد لمدة ساعة، اذا انت تريدين تخليه اكثر من ساعة فالافضل ان تروحين تقلبيه كل شوية لاجل ان كله يمتص اللحم، يمتص الصوص اللي سويته او المارينج اللي سويته. هسه راح ابدي اصفها بالصينية واخليها بالفرن لمدة ساعة درجة حرارة عالية هكذا. طبعا الزايد من المارينج ما راح اذبه، راح اخليه فوق اللحم لتشرب بصورة جيدة، تشرب المارينج اللي سويته، طبعا لذيذ جدا هكذا. اذا راح اضيف كل المارينج اللي عندي باقي عليه، هسه مثل ما قلت راح اخليه بالفرن وابدي من ينضج اقدمه. عزيزتي، هو هذا الشكل النهائي والأخير للحم بعد ما أخرجته من الفرن. طبعا أول شيء خليته على درجة حرارة عالية، بعدين ورا
ربع ساعة نصيتها يعني 100 درجة، نصيت يعني وطيت الحرارة. هو هذا شكله النهائي والأخير. تستطيعين تقدميه مع الرز أو مع البرغل أو البطاطس حسب الرغبة. أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.